معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من موسكو الباحث في العلاقات الدولية دكتور نصر اليوسف. مرحبا بك دكتور نصر. إذن إغلاق فنزويلا حدودها مع كولومبيا مؤقتا لوقف دخول المعونات الأمريكية، كيف تقرأ هذه الخطوة وسط الأزمة التي تعيشها البلاد؟ مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. أقرأ هذا التصرف من قبل الرئيس مودورو على أنه يعني كما يقال في اللغة العربية لا يرحم الشعب ولا يترك رحمة الله تنزل عليه. حكومة مادورو منذ الأزمة التي عصفت بسبب انهيار أسعار النفط 2014 كان هناك تضخم هائل جدا حتى وصل إلى عشرات الآلاف بالمئة في السنة، وأصبح المواطن الفنزويلي غير قادر على أن يشتري مستلزمات حياته وأطفاله، وأصبح راتب الإنسان لا يكفي لشراء علبة حليب للأطفال، وبالتالي هرب 3 ملايين تقريبا من فنزويلا إلى الدول المجاورة وتحديدا إلى كولومبيا والبرازيل، ولم يعد يعني الوضع لم يعد يطاق في فنزويلا، هذا البلد الغني جدا جدا جدا. يعني بعد انتقال زعيم المعارضة الإخوان غوايدو إلى الحدود الكولومبية، هل يسعى غوايدو إلى خلق أزمة ومن يقف وراء هذه المساعي؟ يعني يجب أن يعلم السادة المشاهدين أن الأزمة لا يعني أن دائما نلقي على الإمبريالية والصهيونية نفس المعزوفة التي يعزفها المستبدون العرب والديكتاتور العرب، هذا التهرب وهروب الى الامام من المشاكل يجب ان يواجهوها. دوره اثبت وقبله حتى شابيز يعني كان الامور مقبوله الى حد ما لان اسعار النفط كانت كبيره جدا يعني وصلت الى 140 دولار للبرميل، وعندما انخفضت الى نحو 30 من يعني طبيعي ان يهبط مستوى الدخل، حتى ان الناتج القومي المحلي انخفض الى حوالي النصف تقريبا. يعني هناك من يشعل هذه الأزمة؟ الأزمة هو سوء الإدارة والديكتاتورية وعدم الاستماع لمطالب الشعب، هذه هي. أما أن نلقي على ترامب وعلى رئيس كولومبيا وإلى ذلك فهذا هروب وتملص من المسؤولية. يعني كيف تنظر إلى موقف الأمريكي وماذا خلف أزمة المساعدات الإنسانية لفنزويلا؟ لأمريكا طبعا هناك كلمة حق يراد بها حق وكلمة أخرى يراد بها باطل. كلمة الباطل هي الولايات المتحدة غير مرتاحة بوجود علاقات قوية جدا بروسيا، يعني أصبحت روسيا تلعب بشكل مريح لها في الساحة الخلفية أو في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة، وهذا من الطبيعي أن لا يكون مريحا للولايات المتحدة. وكذلك الصين، نظام تشافيز ومادورو يقيمون علاقات يعني لحد اليوم يقيمون علاقات قويه جدا مع المعسكر ما يسمى قديما بالمعسكر الاشتراكي وتحديدا روسيا والصين، وبالاضافه الى كوبا الذي هو في الخنصره وكذلك نيكاراغوا. وبالتالي يعني الرئيس ترامب غير مرتاح وينتهز الفرصه، وهذه طبعا مبرر لكل انسان. عندما قامت الاحداث في وطننا العربي اصبح كل ذي اجنده يريد ان يحقق اجندته على دماء الشعب. فبالتالي يعني هذا كلام قلنا يراد به حق، كلمه الحق التي يراد بها حق وهي ان الديمقراطيه معدومه تماما. هناك ديكتاتور يتصرف هو وحزبه وكانهم اسياد الارض. يعني هل ترى ان هذا الصراع الدائر في فنزويلا اليوم هو ضمن ارهاصات الحرب الباردة بين أمريكا وروسيا؟ لا 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 أعتقد هو ليس من إرهاصات وإنما هو نتيجة التوتر الحالي، يعني لم تستطع الولايات المتحدة أو الغرب عموما وروسيا أن يجدوا قاسما مشتركا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وبدأت الخلافات منذ منتصف التسعينيات تطفو على السطح، وبالتالي حاليا انا لا اعتقد ان هناك او لا يعني الحرب البارده مفهوم كبير جدا، انا اعتقد لم نصل الى هذه المرحله، وازمه فنزويلا ليست هي المحرك بكل الاحوال، وانما هناك خلافات جذريه بين المعسكرين.
شكرا جزيلا لك من موسكو هاتفيا الباحث في العلاقات الدولية دكتور نصر اليوسف.